ماشي. هما هيفيدوا يجوا وانا مسايباهم بره. عارفه اساميهم يعني؟ ايوه عندك الكشف بره اللي سايبينه عندهم واخدين ميعاد من قبلها. خلاص ماشي، ربنا يستر علينا، ربنا يستر ان شاء الله. اكل الزيت ايه؟ اتفضلي يا مدام، اتفضلي اتفضلي. اكل ايه؟ اتفضلي. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. اقعدي يا حبيبتي، اقعدي اقعدي يابا، اقعدي اقعدي. عندها ايه؟ مالك انت حاسه بايه؟ طب انتي الشجرات الشرابيه ينسون نعناع ينفع اي حاجه تخمم بيها؟ اي حاجه خالص خالص. بلع الزعمة ده ده بلع اسبوع. معلش يا حبيبتي معلش، كل بصي كل مشاكلك هتتحل مع الشيخه مبروكه. بصي كل حاجه هتتحل، ما تقلقيش انت هنظبطه. معلش دي حاجه مميزه، دي الورقه دي انا حولتها لدكتور بطنه. ده ازاي ده يعني؟ مش فاهمه. ما تقلقيش، بس احنا لنا طريقتنا. هو ايه اللي لنا طريقتنا؟ هو ايه اللي لنا طريقتنا؟ روحي بس البيت هو هيكون وصل. لا مش هقولك ازاي ده. امال ايه الشيخه مبروكه مش الشيخه مبروكه؟ ما هو انت جايه الشيخه مبروكه يبقى جايه لايه؟ ما انت الشيخه مبروكه. هو انت كده يعني خلاص كده؟ هي اما توصل على ما يحضر يكون وصل ان شاء الله. انا حاسس ان هو ده حاجه عامل ازاي؟ مش عارف. حاسس ان هو مش هيستمع. المهم راضينا. طب سجارة ايه؟ سجارة في جيبي. طب يلا سمعنا الغنية تقول ايه؟ أول الكلام أول الكلام نبويا الكفة طبة مثل وقالو زمان، اللي اشترى خير اللي ربى في عز وجعي وفي عز خوفي، أنا بترمي في حضن استخبى لسه فاكر يوم ما قال خد يا واد تعالى قول لك ماشي بتسد الله تحمد المولى تعالى واحذر الايام تدلك. عجبني عجبني. الله اكبر عليك. علي فاروق مش معايا فكر مرفوض. اتفضل اطلع. شكرا. ها استنى الفلوس يا صاحبي. مع بعضينا بره ان شاء الله. غيره ومع الفنانة. انا بقى العام كله فانا بوسي 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 كده. اه بوسي.